هنعمل بقى كريب دلوقتي بالموز. الموز لسه غالي جدا بس موجود، مش عارفه هيرخص ولا مش هيرخص، بس يعني موجود دلوقتي، وممكن برضه تشيلوا الوصفه دي لغايه هو شويه وهيرخص اكيد ان شاء الله على خير اما يجي الموسم بتاع الموز. لسه الموسم ما جاش بتاعه قوي فهيرخص، فنعمل بيه حاجه حلوه. او بصوا لو اطفال بقى احنا بنضطر نضحي ونجيب الحاجه، فحلو قوي للاطفال برضه. ماشي، هنيجي هنا عندنا ايه؟ هنعمل مثلا بكوبايتين دقيق، بكوبايتين دقيق معاهم كوبايتين من اللبن، اتنين بيضه، انا مش هحط كل كوبايتين الدقيق كلهم برضه مره واحده، ومعلقتين من الزيت، واتنين باكو فانيليا، ومعلقه كاكاو. هنشكل فيها تشكيله حلوه كده. انا هنا بس حاطه ايه الشوكولاته على حمام ميه علشان ابدا ازوق بيها. انا عامله بيها للكبير وللصغيرين، مش الصغيرين بس، يعني عامله بيها حاجه حلوه كده تقدم للكبار للضيوف لاي حد موجود عندكم ممكن نقدم له الوصفه دي. وهنعملها بالموز، يعني الموز هيبقى جوه العجينه وبره العجينه. فممكن اخد ايه واحده موز. مالك زعلان كده ليه؟ مالك ما تقولش اللي جرالك؟ يا لهوي انا بقشر بتتصيع. نشفه جدا. لا والله ده خساره في الفلوس. خساره في الفلوس. ده والله خساره في الفلوس ولا اي حاجه. ايه ده؟ ايه؟ استنى بقى ها؟ وتقولي عليه موز. بقول انت جايبه خير وتقولي عليه موز. بص والله هي فظيع جدا صراحه يعني. لا هي بص هي الحاجه تيجي على التلفزيون وترخم. يعني ممكن اقشره بره عادي جدا، انما يجي هنا بقى يجي له حاله عصبيه. لا والله نيتي حلوه يا اخويا الحمد لله. بصوا خياره خياره، نحط واحده كده او اتنين بس، كفايه واحده كفايه واحده، عليها كوبايتين من اللبن، استنى بس ثواني، معلقتين من الزيت، اتنين باكو فانيليا، اتنين بيضه. بسم الله الرحمن الرحيم. فين الغطا؟ اضربهم الاول مع بعض. رشه سكر بسيطه مش كبيره قوي اهو عشان ما يغمقش معايا بسرعه. نحط بقى الدقيق، مش هحط كل الكوبايتين، انا حاطه كده ايه قولي كوبايه وشويه ونشوف هتعمل ايه. ماشي ادي كده بصوا كده القوام ده، ده كويس جدا يطلع متوسطه. هنا انا احط هنا بقى معلقه كاكاو كبيره، معلقه كاكاو كبيره وازودها نقطه ميه او نقطه، مش نقطة يعني قد الكاكاو عشان الاتنين خفية واحدة. احط يا لبن يا مية. تمام ادي كده اللي ايه ده كده اللي بالكاكاو وده كده السادة.